إذن مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل، لا زالت التحديات متواصلة والأشواط متواصلة. شوطا يليه الشوط الآخر انطلق وعلى بركة الله الشوط السادس للجذاع القعدان المفتوح من المسافة وهي الخمسة كيلومترات من السباق من ضمن السباق النهائي لمهرجان ولي العهد لعام 2024 المقام على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف لسباقات الهجن. نبدأ وإياكم مع البداية ومع الصدارة، من يتقدم على المركز الأول وعلى بداية هذا الشوط بشعار هجن زعبيل، مع انطلاقة شاهين ومع اندفاع شاهين على المركز الأول وعلى البداية وعلى الصدارة بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مراشد، من يتابع لنا شاهين بشعار هجن زعبيل على المركز الأول وعلى البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني القدوم والوصول من قبل شامان بشعار عامر بن راشد بن سعيد بن رايه المري، يتقدم بشعاره مقدما لنا شامان مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول والقدوم من شعار هجن ام الزبار مع السنيار هو القادم على المركز الثالث، وبمتابعة محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح من يقدم لنا السنيار بشعار هجن أم الزبار على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والوصول من قبل هذا الشعار القادم شعار هجن الرئاسة مع انطلاقة واندفاعة النادر على المركز الرابع، وبمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا انطلاقة النادر على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من قبل شعار محمد بن علي بن قريع المري مقدما لنا المستشار وانطلاقة المستشار على المركز الخامس وعلى خامس التحديات. المركز السادس الوصول والانطلاق من شعار هجن العاصفة قادمة مع انطلاقة شاهين وبمتابعة غياث الهلالي من يتابع لنا شاهين على المركز السادس. المركز السابع القدوم والانطلاق من قبل هذا الشعار القادم بكل قوة والمتسلل من مركز إلى مركز، هنا القدوم من قبل شعار هجن أم الزبار مع انطلاقة قطيفان واندفاع قطيفان هو القادم بمتابعة محمد بن بخيت بن برقان المقارح. المركز الثامن القدوم والانطلاق من قبل هنا شعار هجن الرئاسة مع انطلاقة نشوان وبمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا نشوان على المركز الثامن. المركز التاسع الوصول الانطلاق من شعار في هذه اللحظات هايل بن عبد المعطي بن دحيلان العنزي مع انطلاقة عجلان ومع اندفاع عجلان في هذه اللحظات. المركز العاشر الوصول من شعار راشد بن عايض بن سعود العجمي مع انطلاقة جلمود ومع اندفاع جلمود على المركز العاشر. نعود وياكم إلى البداية وإلى الصدارة بعدما أتممنا لكم النداء للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة هذا الشوط بشعار هجن زعبيل مع انطلاقة شاهين ومع اندفاع شاهين المتقدم على البداية وعلى الصدارة بشعار هجن زعبيل مع اندفاع شاهين ومع انطلاق شاهين على المركز الأول بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع ويراقب لنا اندفاع شاهين على مقدمة هذا الشوط وعلى البداية وعلى الصدارة. مسيطر تمام السيطرة منذ الانطلاق لحتى هذه اللحظات يبحث عن الانتصار وعن النماس في هذا الصباح وفي هذا الشوط. المركز الثاني القدوم من شعار بالراية مع انطلاقة شامان ومع اندفاع شامان مع المركز الثاني بشعار عامر بن راشد بن سعيد بن راية المري مقدما لنا انطلاقة شامان مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول من قبل النادر في هذه اللحظات لهجن الرئاسة
القادمة بكل قوة مع انطلاقة النادر ومن يتابع لنا في عملية التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا النادر بشعار هجن الرئاسة على المركز الثالث المركز الرابع القدوم أيضا من قبل نشوان من واقع الشعار شعار هجن الرئاسة على المركز الرابع بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا بشعار هجن الرئاسة نشوان على المركز الرابع المركز الخامس الوصول والانطلاق من قبل شعار هايل بن عبد المعطي بن دحيلان العنزي مع انطلاقة عجلان أيضا شعار راشد بن عايض بن سعود العجمي قادم مع انطلاقة جلمود بكل قوة على المركز الخامس ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول إلى الصدارة والبداية بقيادة هجن الرئاسة مع المركز الأول مقدمين لنا النادر مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط مع دقة أجراس الكيلو المتر الأخير هجن الرئاسة مع النادر على المركز الأول وفي عملية التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن القادم جمران هو الحاضر بكل قوة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وبقيادة خالد بن عبد الله بن شريم ولكن النادر مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية هجن الرئاسة بقيادة هذا الشوط لحتى هذه اللحظات مع المركز الأول النادر مع الصدارة ومع البداية يتقدم ليبحث عن الانتصار وعن النماس ولكن جمران قادم بكل قوة جمران مع المركز الثاني النادر مسيطر تمام السيطرة والعصاف الابطان بدون أي توامر جمران يحاول مع المركز الثاني ولكن النادر يا اخواني قفل على هذا الشوط بالنوماس لحتى هذه اللحظات تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا النادر تحرك وهذه هي العروض النهائية تهانينا والف مبروك للشعار الأحمر شعار هجن الرئاسة من يحصلون على النوماس ويحقق النوماس النادر تهانينا والف مبروك المركز الثاني كان جمران بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بقيادة خالد بن عبد الله بن شريم المركز الثالث كان بشعار المركز الثالث راشد بن عايض بن سعود العجمي مع جلمود المركز الرابع كان بشعار هايل بن عبد المعطي بن دحيلان العنزي مع عجلان المركز الخامس كانت هجن أم الزبار مع راصد على المركز الخامس بمتابعة محمد بن بخيت بن حميد بن برقان المقارح نعود بالتهنئة وبالنوماس لمالك النادر قدموا لنا النادر هجن الرئاسة وبمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار إذن التوقيت الزمني توقيت النادر من حصل على المركز الأول 7:44 59 جزء من الثانية المركز الثاني كان جمران مع المركز الثاني والتوقيت الزمني 7:47 40 جزء من الثانية كان جمران من حل وصيفا لهذا الشوط المركز الثالث كان راشد بن عايض بن سعود العجمي مع جلمود التوقيت الزمني 7:55 41 جزء من الثانية المركز الرابع كان عجلان بشعار هايل بن عبد المعطي بن دحيلان العنزي مع عجلان المركز الخامس كان هجن أم الزبار مع راصد من حل خامس المراكز تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة وتهانينا لمالك النادر هجن الرئاسة من قدمت لنا النادر بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ليخطف هذا النوماس ويرسل السلامات إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة تهانينا وألف مبروك شواطنا متواصلة شوطنا القادم بصوت الزميل محمد بن هادي المري فله الكلمة ولكم حسن الاستماع